وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، احييكم وارحب بحضراتكم من جديد وفي انطلاقه جديده لتعلن انطلاقه الشوط الرابع القعدان اللقايا المهجنات. على بركة الله بدأ هذا التحدي وبدأ هذا الصراع مباشرة مع الصدارة ومع المركز الأول ليتابع من ينطلق ومن يحتل الصدارة. النصر سالم بن محمد بالضبيع الكتبية يقدم لنا شعاره مع المركز الأول، المركز الثاني القادم والحاضر في هذه اللحظات القدوم والانطلاق في هذه اللحظات. النصر حمد بن سهيل بالطوير بالأسود العامري يقدم لنا شعاره، وأيضا الوصول والحضور أتابع في هذه اللحظات القادم والمنطلق القادم في هذه اللحظات والحاضر أتابع. القادم والحاضر في هذه اللحظات ينطلق ويندفع، هذا الشعار يتقدم وينطلق متابعينا الكرام. الشاعر عبد الله بن حمد باللويع العامري يقدم لنا شعاره مع الشاعر في هذه اللحظات. يا سلام، وايضا الاسماء والشعارات القادمه اتابع انطلاقه النصر. سالم بن محمد بالضبيع الكتبيه ايضا الوصول والحضور اتابع انطلاقه شاهين محمد بن راشد بن عصيان المنصوري يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات، وايضا الوصول اتابع الساهر محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي قادما بشعاره، ويقدم الساهر ايضا اسماء قادمه اتابع الانطلاق والحضور من شباب عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري هو القادم هو الحاضر في هذه اللحظات، وايضا انطلاقه حامز راشد بن محمد بن راشد بالسمة المنصور يقدم شعاره، ايضا القدوم من دنان غيث بن احمد بن سيف الغيث المري هو الحاضر وهو المنطلق بهذا الانطلاق الكبير والمميز. ايضا اتابع انطلاقه نهار راشد بن سعيد بن محمد الكمده هو الحاضر، هكذا هو أعود متابعينا الكرام إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول في هذه اللحظات، إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط. أتابع النصر سالم بن محمد بالضبيعة الكتبية يقدم لنا شعاره وينطلق مع الصدارة، يتقدم ويحتل المركز الأول في هذه اللحظات، ولكن القدوم من شاهين محمد بن راشد بن عصيان المنصوري هو القادم يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. أيضا القدوم الحضور القادم والمنطلق الشاعر، الشاعر هو القادم عبد الله بن حمد باللويع العامري يقدم لنا شعاره. القادم في هذه اللحظات الشاعر وانطلاقة الشاعر عبد الله بن حمد باللويع العامري، وأيضا الأسماء الحاضرة والقادمة شباب عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري، وأيضا أتابع شعارات قادمة. نهار هو القادم راشد بن سعيد بن محمد يقدم لنا شعاره وينطلق مع المركز الرابع، ولكن يا متابعينا الفوز لمن من بين هذه الأسماء؟
من بين هذه الشعارات لمن هذا الانطلاق؟ النصر مع الصدارة، سالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي يقدم لنا شعاره وينطلق مع الصدارة في هذه اللحظات. أيضا القدوم من شاهين محمد بن راشد بن عصيان المنصوري هو القادم، شباب يتقدم، عبد الله بن عيسى بن محمد المنصورية، ولكن النصر وأيضا شباب عبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري يقدم شعاره وينطلق مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام يا سلام على شباب وانطلاقته عبد الله بن عيسى بن محمد المنصورية. المركز الثاني كان النصر سالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي، والمركز الثالث كان شاهين محمد بن راشد بن عصيان المنصوري، والمركز الرابع نهار راشد بن سعيد بن محمد، والمركز الخامس دنان غيث بن احمد بن سيف الغيث المري. نعود الى التوقيت الزمني ولحظة وصول شباب معلن الفوز عبد الله عيسى محمد المنصوري. توقيته الزمني ولحظة وصوله في هذه اللحظات 6 دقائق 4 ثواني، جزئين من الثانية تهنينا، والناموس المركز الثاني النصر سالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي. توقيته الزمني ولحظة وصوله 6 دقائق 4 ثواني، 6 أجزاء من الثانية تهانينا، والناموس المركز الثالث. كان متابعينا الكرام شاهين محمد بن راشد بن عصيان المنصوري، وتوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني، 3 أجزاء من الثانية. إذا تهانينا والناموس للجميع.